ماتش اليوم لقينا كان عندنا 10 بوان ديفيرونس كيحصلنا على بحال 10 بوان ديفيرونس حطينا كلشي في الانيرجي ديالنا حطينا كلشي في التيران بيناتنا كلشي بيناتنا اونسومبل الحمد لله درنا واحد ليفور مي با بور سكاليفي مالوغوزمون شكرا بزاف عليهم شكرا عليهم سون بلا هما ce sera pas le match بحال هكاك كنت حتى نو الفرصه مزيانه والحمد لله ماتش صعيب بزاف اتحاد طنجة عندهم فرقه مزيانه عندهم لي زيليمون مزيانين عندهم ليكسبيريونس في المغاربه وعندهم لي زيترونجي مزيانين حتى المدرب بلال حافظ البطولات المغرب ومع الامبيونس شحال هذه ما لعبناش قدام الجمهور كان ماتش واعر صراحه واخا خسرنا الماتش حنا ربحنا لا كاليفيكاسيون مي كان ماتش زوين ما شاء الله جاتكم الاجواء والجمهور اليوم والله صافي بليزير شحال هادي شي عامين دابا ما لعبناش قدام الجمهور توحشناهم وتا هما 100% توحشونا ولكن كان زعما ماتش مزيان كان الروح رياضي تبارك على اتحاد طنجة صراحة باريدو كان في متناول كانوا صراحة ليكيب جوج بيهم لاعبين بواحد التنافسية واعرة بزاف وما حرفهمش الحال الاتحاد ان شاء الله المرة اللي جاية كنقول لهم برافو لكم صراحة كان باريدو في مستوى وما حشمتوناش بحق ما حالفكمش الحال مرة أخرى ان شاء الله صراحة الجمهور اتحاد طنجة دائما كورفالوكا دائما كيكون في مستوى وهذا اليوم كان صراحة في مستوى وشكرا بزاف على الحضور ديالهم وشكرا شكرا شكرا وصافي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.